في الميلا بيبدأ بانفجار بيحصل في منطقة كشمير، والشرطة بتوصل لمكانه بتعاين الموقف، وللأسف واحد منهم بيكون دايس على قنبلة، والظابط خان بيطلب منه ما يتحركش ويفضل ثابت، فبيقرر يجري عليه وينقذ حياته قبل ما قنبلة تنفجر بيهم، وفي الآخر بيطلعه من المية وبيكون لسه عايش. ولما بيروح المستشفى الدكتور بيعالجه بسبب الإصابة اللي حصلت له، وبعدها بيجي الليل والدكتور بيكون قاعد مع بنته الصغيرة، وبيدخل عليه زعيم جماعة إرهابية مالك خان، وبيسأله ازاي تعالج الظابط وبتخالف الأوامر بتاعته، وساعتها بيطلع المسدس وبيضرب عليه بالنار، وبعدها بيشوف مراته وبنته موجودين قدام، فبيقرر يموتهم هم كمان، ودي بتكون اسمها نيلما مرات الضابط خان، وبتلاقي ابنها قرفان وقاعد على الشباك وعايز ينط منه، وللاسف ما بيسمعش كلام امه وبيقع من فوق، وهي بتكون مصدومه جدا وبتوديه المستشفى بسرعه، لكن الدكاتره بترفض تعالج الطفل لانهم خايفين من زعيم الجماعه الارهابيه مالك، فبيقرر خان ياخده وبيروح مستشفى تانية، ولما الدكتور بيرفض يعالجه بيطلع السلاح وبيهدده بالموت، لكن للاسف بيفوت الاوان والطفل بيفقد الحياه ومحدش بيقدر ينقذه، وهم عاملين بيعيطوا عليه ومش عارفين يصدقوا ان هو مات، وبعدها بيحددوا مكان مالك ورجالته وبيحطوا خطه علشان يقتلوهم. ومن ناحية تانية دول الطف وصوفي وهم صغيرين، وبنعرف انهم جيران وسنين جنب بعض، ولما بيروحوا البيت بيلاقوا مالك ورجالته موجودين في كل مكان ومعاهم سلاح، وبيجبروا ابوه وامه انهم يخدموا عليهم، ولما بيجي الليل الشرطه بتوصل للهدف بتاعهم وكلهم بيكونوا مقنعين، وبيقدروا في الوقت ده يقتحموا البيت وبيموتوا كل الناس الموجوده فيه، ومحدش منهم بيفرق بين ارهابي ومدني، والطايف الوحيد اللي بيكون عايش بعد ما قتلوا ابوه وامه واخته الصغيره، وبيفضل يبص في وش خاله مصدوم جدا ومش عارف ايه اللي بيحصل. وبعدها ميلما بتعرف اللي حصل وبتطلب من خالها انهم يتبنوا الطايف ويعتبروه ابنهم، فبيكون متردد لانه شافه بالقناع وممكن يتعرف عليه في اي وقت، لكن بيوافق على كلامها في الاخر، وبيروح لقسم الشرطه وبيطلعه من الزنزانه اللي موجود فيها، وبياخده للبيت وبيخليه يعيش معاهم وبيهتموا جدا بيه، ومع الايام بيكون واحد من الاسره وبيفضلوا يلعبوا كراكيت وحياتهم بتكون سعيده. وفي يوم الطائف بيكتب بالقلم، وللاسف بيخلص منه وبيروح يدور على واحد غيره في المكتب، لكن بيلاقي القناع والمسدس قدامه، وبيكتشف في الوقت ده ان خان هو اللي كان لابس القناع وموت اسرته، ولما بيرجع خان ومراته للبيت ما بيكونوش عارفين ايه اللي حصل، يفتح درج المكتب ويلاقي المسدس مش موجود، والطائف بيضرب بالنار وعايز يتخلص منه ويقتلهم، وكان بيدافع عن نفسه وهو بيهرب، وفي اللحظه الاخيره وبعدها بيعدي 10 سنين وبنروح لواحد اسمه هلال، وبنشوفه بيتفق مع شويه سياسيين وبيطلبوا منه ينفذ عمليات ارهابيه في كشمير علشان يسيطروا عليها، وهو بيوافق بمقابل 10 مليون دولار، واحد من رجالته بيساعده في المهمه اسمه الطايف، وبعدها بنروح لضباط هنود موجودين في مخيم للجيش بيهجم عليهم وبيقدر يتخلص منهم، ومحدش بيكون قادر يقف قصاده، وبيرفع المسدس على واحد فيهم وبيجبره ياخد اللبس الميري بتاعه، وبيروح لقسم الشرطه وبيسال على المفتش خان، وبيطلع الاوضه بتاعته وبيلاقيه فاضيه، وبياخد جهاز اللاسلكي بتاعه وبيلبس علشان ما حدش يشوفه، وخان بيكون في الحمام ومش حاسس باي حاجه، واول ما بيخرج بيلاقيه عايز يموته، والضابط يقتحم المكان والطايف بيهرب في اللحظه الاخيره، وبعدها خان بيرجع البيت وبيقول لمراته حاول اقتلني النهارده. تاني يوم بيطلع في التلفزيون وبيأمر الجماعه المسلحه يسلموا نفسهم، والطايف بيتفرج عليه وبيكون متضايق جدا، وبيتفاجئ في الوقت ده ان المذيعه اللي قاعد قصاده هي حبيبته صوفي، وبيفتكر زمان لما كانت نفسها تطلع مذيعه والناس تعرفها، وبيقرر تاني يوم يروح لها مقر التلفزيون وبيلاقيها عماله ترقص وبتغني وبيحاول يقرب منها لحد ما بتساله انت مين، وازاي دخلت المكان، فبيقول لها انا طايف، وبيفكرها بكل الايام زمان، وهي بتتفاجئ جدا وبنلاقيها عماله تعيط وبتحضنه ومش قادره تصدق نفسها، وبتبدا تحكي له ازاي بقت مذيعه وبتقدم حفلات، وبتساله كنت فين طول السنين اللي فاتت، فبيكذب عليها وبيقول لها في ظابط اتبناني وبعدها سفرني لمكان بعيد، وبنكتشف في الوقت ده ان هما الاثنين لسه بيحبوا بعض وبيخرجوا في كل مكان، والعلاقه بينهم كل يوم بتزيد، وبعدها بيرجع لجماعته وبيحط خطه يفجر بيها برج التلفزيون، وعاوز يستغل صوفي علشان يدخل مقر الاذاعه، وبعدها هلال واحد من رجالته وبيضرب عليه النار وبيحط جثته في العربيه وبيقطعهم كمين بيرموه فيه، والشرطه بتلاقي معه خريطه مزيفه هم اللي عاملينها، والطايف بيروح لصوفي علشان ميعاد الحفله وبيطلب منها تساعد اصحابه يدخلوا المبنى علشان الامن رافض، وهي بتعرف ان اصحابه عددهم 5 فبتدي له 5 بوسات على وشه وهو مستغرب جدا، ولما بتخرج من الاوضه وبتسيبه لوحده بيكلم برج التلفزيون وبيبلغهم ان في عطل في البث المباشر وهيبعت لهم 5 مهندسين علشان يصلحوه، ان واحد من مبنى الاذاعه، وبعدها بنروح لخاله وبنلاقيه بيصلي وبنعرف ان هو مسلم، لحد ما بيجي له التلفزيون والطايف يبلغه المهمه اللي هتتعمل، فبيروح يقابل الجنود وبيشوف الخريطه المزيفه اللي كانت موجوده مع الارهابي وبيحددوا المكان اللي هيحصل فيه الهجوم، فبياخد القوات بسرعه وبيوصل للناس وبيحاول يخليهم يهربوا قبل ما يحصل انفجار، وبيكون خايف عليهم، ورجاله الطايف بيدخلوا مبنى الاذاعه وبيغيروا لبسهم وبيمتحنوا شخصيات المهندسين، وبعدها بيروحوا لبرج التلفزيون وبيوريهم بطاقات مزيفه وبيدخلوا المكان بكل سهوله، والطايف بيكلم خاله وبيقول له ما تقلقش على الناس لان مش باعت للاطفال زيك، وبيخليه يبص على برج الاذاعه التلفزيون وبيلاقيه بينفجر قدام عينه، وبيروح يحقق مع صوفي وفاكرها بتشاركه في العمليه لانها اتكلمت من تليفون المكتب بتاعها، لكن بيكتشف انها بريئه وهو استغلها علشان بتحبه في الوقت ده، طيب بيشوف صورته منتشره في كل وسائل الاعلام على انه ارهابي ولازم القبض عليه، ولما بيجي الليل بيقرر يروح لها البنت وعايز يفهمها ايه اللي بيحصل، وبيقول لها انا شفت اهلي بيموتوا قدام عيني وكان لازم انتقم لهم وانا بحبك وعايزك معايا، وبيترجاها ما تخلاش عنه، وهي بترفض وبتقول له انت كذاب وضحكت عليا، وبترجع له الهديه بتاعته وما بتكونش عايزه تعرفه تاني، وبنلاقيهم هما الاثنين بيعيطوا وبيودعها ويفضل فاكرها طول العمر وصعبانه نفسه عليه، وبعدها بيسيب البيت ويمشي وهي محتاره جدا ومش عارفه تعمل ايه، يوم بيكلم امه في التليفون ببعت لها واحد علشان
يوصلها للمكان اللي هو فيه، ولما بتشوفه واقف قدامها ما بتكونش مصدقه نفسها، وكالعاده بيتكلموا في الماضي وازاي عدى 10 سنين ولسه مش قادر ينسى اللي حصل ومصمم يكمل في نفس الطريق وينتهي من خان. وهي بنلاقيها عماله تعيط وبتترجاه يتخلى عن الجماعات الارهابيه ويرجع لهم زي زمان. وبعدها خان بيعرف ان رئيس الوزراء هيزور منطقه كشمير ولازم يامن المكان ويحميه من اي عمليه اغتيال ممكن تحصل. ولما بيرجع البيت وبيقابل مراته بيكتشف انها شافت الطائف وبيلومها علشان عرضت حياتها للخطر، وكان لازم تعرفه قبل ما تعمل حاجه من دماغها. وفي الاخر بيسيب المكان وبيمشي. تاني يوم بيحاول يامن المنطقه علشان زياره رئيس الوزراء وبيكون راكب الطياره. وبعدها الطائف بيكلمه في اللاسلكي وبيقول له النهارده عامل لك مفاجاه علشان هموتك، وفي الوقت ده بنلاقي شنطه مليانه متفجرات وواحد بياخدها وبيحطها في عربيه خان يبدل الشنط ببعض. وهو بينزل من الطياره وبيقرر يرجع البيت وبيركب العربيه بتاعته وبتكون الشنطه موجوده. وبعدها بيلاقيها داخل البيت وبيحط الشنطه على الكرسي وبيروح يصالح مراته وبيحاول يخليها ما تزعلش منه ويفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض، لكن للاسف المكان بينفجر ومراته بتموت قدام عينه. وبعدها بيعملوا له مراسم الجنازه وبيولعوا فيها. وبيرجع البيت وبيلاقيه كله متدمر ومش قادر يصدق انها ماتت. والطيف اول ما بيسمع بيفضل يعيط وعمال يصرخ لانه موت امه بايديه. تاني يوم خان بيروح القسم وبيمسك واحد ارهابي وبيجبره يعترف على مكان الجماعه، وفعلا بياخد العساكر وبيقتحم المكان بتاعهم وبيبدا يموت فيهم واحد واحد ومحدش منهم بيكون عايش، لحد ما بيلاقي شريط مكتوب عليه مهمه كشمير وعاوز يعرف ايه اللي بيحصل. وبتبدا صوفيا تحلل المقاطع اللي موجوده في الشريط، وخان بيشوف واحد من الجماعه الارهابيه ظاهر قدامه ولابس زي الجيش ومش قادر ايه الخطه اللي عايزين يعملوها. وصوفيا بتطلب منه وقت ما بتجمع المقاطع كلها، ومن ناحيه ثانيه طيب بيحط خطه الهجوم وبيفهم رجالته دور كل واحد في المهمه. وبنعرف انهم عايزين يدمروا طياره رئيس الوزراء اول ما يوصل المطار. وبعدها الظابط وبيولعوا في القسم وبيعملوا تمثيليه عشان يهربوا واحد من الجماعه الارهابيه، ويفضلوا ماشيين وراه وبيراقبوه وعايزين يعرفوا مكانهم. واول ما بيدخل المكان بيلاقي الشرطه بتهجم عليهم وبيقدروا يقبضوا على هلال، بيهددوا بالموت لو ما اعترفش على مكان العمليه، لكن للاسف بيكون رافض يبلغوا باي حاجه. بعدها صوفي بتوصل المكان وكان بيعرف كل المخطط اللي بيدبروا له، وبدل متفاجئ جدا ومش عارف يعمل ايه، فبيعمل القوات يسيبوا المكان وبيمشوا. وبيترجى هلال ياخدوا للطائف علشان ينتقم لموت مراته، وبيوعده هيخرجوا بره الهند عن طريق الحدود، وفعلا بياخدوا لمكان الطائف وبيكون مغمى عليه. وفي الوقت ده بنلاقي رجالته بتحضر الصواريخ علشان تنفذ المهمه، وهو الطائف بيدي له مسدس الظابط وبيعرفه ان هو موجود معاه ولازم يخلص عليه، وفعلا بينزل له وبيفضل يضرب فيه وبيخليه مش عارف يدافع عن نفسه. وكان بيقول مهمه كشمير ملهاش علاقه باختيار رئيس الوزراء لان النهارده الجمعه والصواريخ الاولانيه هيضرب في جامع المسلمين، وهيتهموا الجيش والهندوس بالعمليه الارهابيه، والصاروخ الثاني هيضربوا معبد هندوسي. وكان المسلمين بياخدوا حقهم ودمر برج التلفزيون علشان يذيعوا الفيديو اللي قدر الصوفي تجمعه، مصدوم مش قادر يصدق كلامه، لحد ما بيجي هلال وبيضربه بالنار وبيعمل الطف في موته علشان يكملوا مهمتهم. وفعلا بيمسك المسدس وعاوز يقتلهم وينتقم لاهله، بيكون خايف ومتردد جدا ومش عارف يعمل ايه. وساعتها بيغير رايه وبيضرب هلال بالنار وبيخليه يقع على الارض، وبنشوفه مصاب جدا ومش قادر يتحرك. والاول مره الطايف وخان بيتفقوا مع بعض، ولما بيروحوا لمكان الصواريخ بيفضلوا يضربوا على بعض نار، وخان بيحاول يدافع عن نفسه عمال يموت فيهم. طيب بيشوفهم عايزين ينفذوا المخطط بتاعهم فبيطلع يجري وبيحاول يوصل للاربجي، وفعلا بيقدر يمسكه وبيحطه على كتفه وبيضرب عليهم الدانه، والمكان كله بينفجر ويتحول لكتله نار وكلهم بيموتوا وبيتخلصوا منهم. وطيب بيقع في النهر وبنلاقيه مصاب ومستسلم للامر الواقع، لكن خان بيقدر ينقذه من الموت في اخر لحظه. وبعد فتره بنلاقيه في المستشفى ولسه عايش وحبيبته معاه، وبيرجع لابوه وبينسى كل اللي حصل من 10 سنين. وبكده بيكون انتهى فيلمنا النهارده. كتبه منتج منتصر كمال الدين، اعداد وتقديم عمر عبد العزيز. سلام.